وفي الجانب الآخر من معادلة التوازن الحكومي، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لفتح مجلس تحقيقي مع قائد شرطة محافظة المثنى، وذكر بيان صادر عن مكتب الوزير أن الشمري كلف نائب قائد شرطة المثنى إدارة قيادة الشرطة، وأمر بتشكيل مجلس تحقيقي بحق قائد شرطة المحافظة ومدير قسم شرطة الرميثة والاستدعاء إلى مقر الوزارة. وقرار الشمري جاء بعد أن شهدت المحافظة إطلاق نار كثيف جدا وبمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثناء مراسم تشييع زعيم قبلي، مما أحدث هلعا في نفوس السكان من دون تدخل قوات الشرطة لإيقاف عملية الإطلاق.